عند ذلك عمد إمامكم إلى ذلك الطبق، أخذ منا ثلاث عنبات لا أقل ولا أكثر، أخذ ثلاث عنبات وضعها في فمه لاكها بين أسنانه، وإذا به يقف على قدميه. يقول المأمون: إلى أين يا ابن العم؟ قال: إلى الوجه الذي وجهتني إليه. خرج الإمام يقول: أبو الصالت، نظرت إلى الإمام الرضا وإذا به مغطى الرأس، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأني به يمشي إلى داره وهو يتيمايل يمينا وشمالا، إلى أن دخل داره ورمى بنفسه على فراشه وهو يقول: يا أبا الصلت، لقد فعلوا، يا أبا الصلت، أوصد الأبواب ولا تدع أحدا يدخل علينا. يقول أبو الصلت: أغلقت الأبواب وصرت أنظر إلى الإمام، وإذا بالإمام تارة يقف وتارة يجلس، تارة يقعد وتارة يستلقي، وهو يتقلب يمينا وشمالا، وقد أخذ السم ما أخذه من الإمام، يقبض يدا ويبسط الأخرى، يمد رجلا ويكمش الثانية وهو يتأوى. أين الصارخون وإماما وعليا؟ أبو الصلت يقول: أنا أنظر إلى الإمام والأبواب مغلقة وما في أحد في الدار إلا أنا والإمام، بينما أنا كذلك وإذا بصبي له من العمر 7 سنوات يعدو على الأرض في صحن الدار. الله أكبر، من أنت؟ كيف دخلت والأبواب مغلقة؟ التفت إلى أبي الصلت قائلا: يا أبا الصلت، لا يضعف يقينك فينا، إن الذي جاء بي من المدينة إلى هنا هو الذي أدخلني الدار والأبواب مغلقة، وكان هذا الصبي أشبه الناس بملامح الإمام الرضا. بمجرد أن دخل على الإمام الرضا وإذا بالإمام يفتح باعه، ضم ولده إلى صدره. بني إلي إلي يا أبا الصلت، هذا ولدي أبو جعفر محمد الجواد، هو الإمام من بعدي، فاسمع له وأطيع. ثم صار الإمام الرضا يوصي ولده بالوصايا: بني، إن أنا مات فأنت الإمام من بعدي، بني، غسلني، كفني، لفني في أثوابي، تقدم وصل علي، وخذ بجنازتي إلى موضع قبري حيث بستان حميد بن قحطب بن شبيب الطائي، هناك موضع قبر الإمام. علامة القبر أنه إذا شق القبر سينبع في وسطه ماء، وستخرج في وسط الماء حوتة صغيرة، يعني قطعة سمكة، فإذا غابت وغار الماء فأنزلوني في ذلك القبر فإنه قبري. أحسن الله لكم العزاء. يقول أبو الصلت بعد ذلك: وإذا بالإمام الرضا أخرج شيئا من فمه أشبه شيء بالعصفر، التقمه ولده الإمام محمد الجواد، ثم أغمي على إمامكم. أين المنادون وعليا وإمامه ومصيبته؟ أفاق الإمام من غشوته، هذا ورأسه في حجر ولده، كأني به استكمل الوصايا، إلى أن قال: في أمان الله، في دعة الله. أحسن الله لكم العزاء. اشتاق إمامنا إلى لقاء ربه، عند ذلك عرق جبينه
وسكن أنينه وانعطف عرنينه. مد إمامكم يديه ورجليه أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة. أين الصارخون وإماما ومصيبة وسيدة؟ شاع خبر وفاة الإمام، قام الناس هلعين مروعين نحو دار الإمام، والكل ينادي وعليا. وماجت خراسان بأغلها، أعلن الحداد على المولى ثلاثة أيام. تعطلت الأعمال والأسواق والبلدان، وتعطل التعليم حزنا على إمامنا. واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل، واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل، لجل ابو محمد تزلزال. يا خلق عرش الجل علاهم سود من الشرى، ومنهم مدامعهم تسيل. اهتزت السبع العليا وبالارض صار انقلا، قام شبله يغسله والدمع من عينها ما مدد على المغتسل، والماء جاه من السماء. يعني قام الإمام الجواد في تجهيز والده، القوم يظنون أنهم يلو أمر الإمام، لكن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله. قام في تغسيل والده، غسله وكفنه، لفه في أثوابه، صلى عليه ورفعت الجنازة، والكل ينادي وعليا. ومصيبة ما تأخرت الجنازة ولا لحظة واحدة، وإنما عجلوا في دفن الإمام حتى لا يبقى جنازة معطلة، لكن بلطفوف حسين جدد غسل بفيض الدماء، والجفن ساف الثرى عريان مسلوم بالفيا. الله أكبر. الشيعة تجمعوا حول نعش الإمام الرضا وهم يبكون وينوحون، أين الشيعة عن جسد أبي عبد الله؟ أين الشيعة عن ذلك الجثمان المرضض بحوافر الخيول؟ أين هم وهم يسمعون زينب تنادي أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد؟ أين الشيعة عن ذلك اليوم؟ ويل ياكين عني حسين، وين راحت شيعته؟ ليت حضره وقبيل مدوس العوادي جناه،